كما في السماء أعطينا اليوم في اللازنة بنص ولينا تجربة الشريب المسيح صرب الملك والخول من الابدين. انزلي شوية تلاقي شجرة الحياة الأول، نبتدي بشجرة الحياة وبعد ما عرفت الخير والشر. كل سنة وانتم طيبين. حاجات في سفر التكوين بتبقى عايزة تتفهم، لو اتفهمت صح، لأن سفر التكوين ده مربوط بالإيه؟ بالإنجيل كله. فالمعاني بتاعتها موجودة في الإنجيل. كل حاجة مكتوبة لها نقدر نفهمها، الإنجيل يفهم الإنجيل. قارنين الروحيات بالإيه؟ روحيات. هو الموضوع طويل، على قد ما نقدر هناخد، ولو ما قدرناش نكمل النهاردة ربنا يدينا قوة. يعني شجرة الحياة، إيه شجرة الحياة اللي كانت في الفردوس؟ عايز يقول إيه المسيح؟ بس عايز يقول إيه من كلمة شجرة؟ شجرة تطرح ثمر، ايه تاني؟ شجره ليها ثمره، حياه. عايز يقول ايه؟ يبقى لها جسر. حلو كل ده، بس ليها ثمره، واللي ياكل من الثمره يعيش. عايز يقول ان الحياه كانت برايا ولا جوايا؟ لا، برايا مش بتاعتي. الحياة لما هاكل من الشجرة هعيش وهحيا، لو ما كلتش هموت. حاجة تانية، لما باكل الأكل ده بيتحد ايه بيا، وبعد ما كنت مولود 3 كيلو، إذا كنت يعني وادي اللي هو يعني ممكن يكون مولود ده 1.7 كيلو ولا بتاع، لما اكل هيحصل لي ايه؟ الاكل ده هيتحول جزء منين؟ مني، لحم ودم، هتتحد بالايه؟ فهنا شجرة الحياة لها معنى، لها معنى. فعشان كده نشوف ايه بقى موضوع شجرة الحياة، نمشي مع بعض. اوكي، صح صح معايا. يسوع بيقول انا هو الطريق والحق والايه؟ الحياة. الله هو، الله هو. طب بره ربنا في حياة؟ مفيش. ليس أحد يأتي إلى الآب إلا بيه، محدش هيقدر يبقى له الحياة ويروح ويعيش مع الآب للأبد غير إيه؟ بيه. يبقى الحياة مش فينا احنا، برانا بناخدها. أوكي؟ نشوف اللي بعده. كما أن الآب له الحياة في ذاته، كذلك أعطى الإبن أن تكون له حياة في ذاته. حد فاهم كلمة في ذاته معناها ايه؟ يعني ايه؟ مش محتاج حد يديله الحياة، تحته هو، له الحياة فين؟ انا ما اقدرش اقول على نفسي انا ليا الحياة فين. حد فيكم يقدر يقول انا ليا الحياة في ذاتي؟ نقول له لا حبيبي، ها؟ لا حبيبي، انت بعد شوية تتاخد منك الحياة دي تانية، هتبص لقى راحت منك ازاي؟ نفس مرة خرج ما رجعش تاني، خلاص الحياة خلصت. اوكي، الايه؟ تعود الروح الى خارقها. فاذا الله له الحياة فين؟ في ذاته. المسيح قال كده، الاب له الحياة في ذاته، الابن له الحياة في ذاته، الروح القدس المحيي اللي هو حدش اداله ايه؟ حياة. واخدين بالكم ازاي؟ نشوف اللي بعده. هو ينبوع الحياة اللي بتنبع منه، تنبع منه ايه؟ الحياة. بتنبع منين؟ تنبع من الله، ينبوع بيطلع حياة، ينبوع الحي. من جميع الشجر الجنة تاكل، لكن طب هل يا ترى آدم كل في الجنة من شجرة الحياة؟ حد يقول لي حاجة؟ رأيكم كل ولا ما كلش؟ انا رأيي انه كل، كان بياكل جوه الجنة عشان كده كان عايش. بس لما جه يطرد قال له ايه بقى؟ قال لا، مش هتاكل منها، عشان كده هتموت موتا تموت. بس احنا عشمانين نعيش للابد. ادم عاش حبه في الحياه، لكن ايه؟ لما اطرد بطل ياكل من الشجره هيموت خلاص.
فلما طلع برا الايه فردوس هيموت. هو لما قال له قال له كل من كل شجر الجنه بما فيها شجره الايه الحياه، بس شجره معرفه الخير والشر ما تاكلش منها. شوف اللي بعده. عشان كده بيقول لنا معنى الاكل ايه، معنى الاكل بيقول اعملوا لا للطعام البائد بل للطعام الباقي. الطعام الباقي ده اللي هو الله، ترتبطوا بيه. والمسيح قال تاكلوني تعيشوا بيا، تعيش بالله وتركز كل همك فين، يبقى على علاقه بالله واتحاد بالله وبالتالي يكون لك الحياه. طب لو انا ما اتحدتش بالله ورفضت الله هموت. اوكي، حتى لو كلت فول وطعميه وجبنه وفي الخمسين كلت لحمه، بس في الاخر خالص ايه طعام ايه بائت، هتموت. اوكي، بعد كده اللي بعده. عشان كده انا المسيح جه مخصوص عشان يديني الحياه دي. هتقول لي معقوله شجره يبقى فيها الحياه؟ ولا يقول من ياكل جسدي ويشرب دم يثبت فيه وانا فيه وانا اقيمه في اليوم الايه؟ اقول له اه، مش هو صاحب الحياه يديها زي ما عايز، يديها عن طريق الخبز والخمر، يديها عن طريق شجره. طب افرض قلت لي لا مش واكل، مش واكل انا من جسد ودم، ده اللي بتقول عليه ده، اقول لك انت حر. هو منح الحياه يديها بالصوره اللي هو عايزها، اداها في صوره تامن بيه وتصدق كلامه وتامن وتاكل من ايه عشان تتحد بيه. لما بناكل جسده ونشرب دمه بنتحد ايه بيه، يبقى هنا يبقى لك حياه ويبقى لك حياه لان انت اتحدت. ايه هتجيب الحياه منين وانت ما فيكش حياه؟ الحياه فيه هو بس، هتجيبها منين؟ عشان كده التناول سر الخارستيا ده المانح الحياه قال هنديه بالطريقه ديت. اوكي، سر صاحب الحياه قال انا هديها بالطريقه ديت، امن بيا وتحبني وتتحد بيا من خلال اكلك، سواء شجره الحياه اللي فوق او انا شجره او انا الحياه ذات نفسها. قال لهم انا هو الخبز الحي نازل من السماء، اللي ياكلني يحيى بي. طب واللي ما ياكلنيش؟ فاكر مره بره قابلت شاب للاسف يعني كان بروستانتي شويه، هو كان اصلا مشي مع البروستانت فدماغه لسعت يعني، فبعد شويه قال لي يعني هو يجرح حاجه لما ما كلش الجسد والدم؟ عندك ايه بتقول يجرح حاجه؟ قلت له عندي في يوحنا 6 بتقول من اللي مش هياكلني ليس له ايه مش هيبقى له حياه. في ايه بتقول كده؟ اللي مش هياكل جسد ابن الانسان ويشرب دمه مالوش حياه. اوكي، يبقى اذا الحياه مش فيا، الحياه من الله بيوهبها لي وبيوهبها لي بالطريقه اللي هو عايزها من خلال علاقتي بيه واتحادي بيه وايماني بيه. ماشيين مع بعض؟ ها حد وقع مننا في السكه؟ ها ماشيين سوا؟ طيب، هذا هو دم الذي العهد الجديد الذي يسفك من اجل ايه؟ اجل كثيرين لمغفره الخطايا. الموت انفصال عن الله والاتحاد بالله حياه. الموت انفصال عن ايه؟ عن الله، والاتحاد بالله هو حياه. نشوف اللي بعده. الله هو حياة، هو الحياة. بيقول لنا إذ أعطيت سلطانا على كل جسد ليعطي حياة أبدية لكل من، يبقى هو اللي معاه السلطان زي ما بقول لكم يوهبهولي بأني طريقة، طريقة اللي هو عايزها. ها؟ قال لي عن طريق يأكل جسد ويشرب دم، يقول له أوكي. قال لي ما تأكلش من الشجر دي وكل من دي، أقول له حاضر. لو قال لي ما تأكلش من الشجرة دي بتاعت معرفة الخير والشر، يبقى أنا هطوعه. هعمل ايه؟ هطوعه. وما لاخد الحياه وانا مع عصيه ومش بسمع كلامه. اوكي، فهو معاه السلطان يدي حياه ابديه لكل من ايه، لكل من اعطيته. اللي بعديها. عشان كده ابونا ادم وامنا حواء لما انفصلوا عن الله في الجنه انهم عصوه، قالوا لا احنا هناكل من الشجر اللي انت بتقول لنا عليها لا، واللي بتقول لنا عليها قاضي لا. فبالتالي اللي حصل قال له خلاص اوكي، انتوا مش عايزيني، انتوا رافضيني، انتوا رافضين وصيتي حكمتي، انتوا رفضتوني انا، عشان كده خلاص انتوا احرار، موتا تموت. وطلعوا بره الايه
برا الجنة. لكن ابن الإنسان بمحبته عارف ان مفيش فايدة ومش هيبقى لنا حياة غير إذا اتحدنا بيه، فعمل ايه؟ لبس جسد بسرعة زي جسدنا وجري ورانا عشان يتفهم معانا ويدينا نفسه. هنا ده دخلنا في موضوع تاني اللي هو ايه؟ التجسد اللي انتم بتتكلموا عليه. ليه يتجسد؟ ما كانش محبته كبيرة، ما تقدرش انه يسيبنا يقول لنا خلاص روحوا زي ما تروحوا، فجري بسرعة ولبس جسد وعمل ايه؟ وجه ارضنا وعاش في وسطنا وقال لنا هديكوا الحياة تاني بس بشرط. ايه الشرط؟ المرة دي تأمنوا بيا بقى، اسمعوا كلامي. طب واللي ما يسمعش كلامه انت حر؟ مش عايز تتحد بيا؟ مش بس في موضوع المناولة، بس الإيمان كله بقى، كله على بعضه. تأمن بيا، أنا سر الحياة، أنا الطريق والحياة، تسمع كلامي، تأمل بالأسرار، أولادك ولادة تانية، مش هتدخل السماء غير بالإيه؟ بالماء والروح، تاكل جسدي وتشرب دمي، هيبقى لك حياة أبدي. ولو أنت رافض تحر. يبقى ابن الإنسان قد جاء لكي يطلب ويخلص ما قد هلك. نشوف اللي بعده. يسوع قال لها أنا هو القيامة والإيه؟ والحياة، من آمن بي ولو مات فسيحيا. أوكي؟ يبقى المسيح هو الحياة. نشوف اللي بعده. عشان كده يقول كما أرسلني العلاقة الإنسان بالله والخضوع له هي دي أساس الحياة الأبدية اللي هدي له حياة. آدم رفض، ولما رفض اتحرم منين؟ من الحياة. لكن لو أنت طوعتني، خضعت ليا، أمنت بيا، أنا هديك الحياة دي الأساس. عشان كده علاقتك إيه بالمسيح اللي جه مخصوص، الله اللي ظهر في الجسد عشان يديك الحياة. لو أنت خاضع له هتاخد الحياة، لو مش خاضع يقول لك أنت حر. ده اداني فرصة تانية أنا. أوكي؟ كما أرسلني الآب الحي وأنا حي بالآب، فمن يأكلني يحيا بي. نشوف اللي بعده. طوبى للذين يصنعون إيه بقى؟ ها؟ يعني يخضعوا له، يصنعوا صياه، هيصنعوا وصياه لكي يكون سلطانهم. خلي بالكوا كلمة سلطانهم، أنا معايا سلطان على شركة الحياة دلوقتي؟ ما معيش، لكن فوق في السماء هاخدها ملك على طول، هيبقى لي سلطان. هنا لو رفضت راحت مني الحياة، ولو قبلت هاخد الحياة، وافضل متردد حبة وحبة كده، ولو تبت الدهاني، ولو رافض تحر. لكن فوق في السماء هاخد الحياة دي ملك بقى، مش هيبقى مهدد ان انا موت تاني، هيبقى حياة أبدية. عشان كده يقول لنا يكون سلطانهم، دي في رؤية 22 آخر أصحاف الإنجيل، سلطانهم على شجرة الحياة ويدخلوا من الأبواب إلى المدينة. أحد خلي أسئلة في الآخر. يدخلوا من الأبواب إلى إيه؟ المدينة المقدسة، يعيشوا في أورشليم السماوية. ماشي مع بعض؟ نشوف بعده. طب إيه بقى موضوع الكروب اللي معاه سيف ملتهب نار؟ أصل الإنسان اتكبر وحط دماغه بدماغ ربنا ورفض حكمة ربنا، وعشان كده ربنا طرده بره. احسن بعدين يفكر انه بقوته هيقدر ياخد الحياة عافية، فربنا قال له لا يا حبيبي مش هتقدر تاخدها عافية، ده في كروب منعك. في ايه هنا؟ ملاك معاه سيف ملتهب نار يمنعك، عايز يقول ان مش هتاخدها عافية. طبعا ابونا ادم ما كانش يقدر يدخل بالعافية، لكن عايز يقول لنا ان الحياة ما حدش ياخدها بالايه؟ مش بقوتك، مش بشطارتك، مش بشطارتك، واخدين بالكم؟ فعشان كده في كروب معاه سيف ملتهب نار لحراسة شجرة الحياة. عشان كده اللي يحاول يخلص نفسه بكبريائه هيهلك. ها؟ معايا بيتي؟ أنا سامع همهمة مش عارف تحت ولا فين. فإن من أراد أن يخلص نفسه يهلك، ومن يهلك نفسه من أجلي هيجدها. أوكي؟ يبقى مش عافية. ما نعمل ايه بقى؟ هيقول لنا هو التوبة بقى، الدعوة للتوبة اولا قبل الخلود. تعمل ايه الاول؟ تتوب الاول. طب ما تديني الحياة كده، ما بديش اللي ماشي في الشر كده، هديك خلود وانت ماشي في الشر وفي الأذية والتعب والفساد ازاي؟
لازم الاول الايه؟ التوبه والخضوع ليا، وبعد كده الحياه الايه؟ لا بدي. عشان كده يقول لنا لا تتعجبوا من هذا، فانه تاتي ساعه يسمع. الايه دي جت مرتين في نفس الانجيل بطريقتين. الاولانيه قال تاتي ساعه يسمع جميع الايه؟ الاموات يسمعوا صوت ابن الانسان او ابن الله، والذين يسمعون يحيون، يعني اللي هيقبل المسيح. وبعد شويه كم ايه قال الاياتي اللي هي اللي هيسمع ويتوب لا تتعجبوا، فانه تاتي ساعه يسمع فيها جميع من في القبور صوته، فيخرج الذين فعلوا الصالحات الى حياه الايه؟ لقيامه الحياه الابديه. يبقى لازم التوبه ايه؟ يبقى الخلاص. التجسد جه ليه؟ عشان يتحد بيا، عشان كنت فصلت عنه في الفردوس. والخلاص يجي لما ايه؟ اخضع له وامن بيه وتوب الاول. وما ينفعش اخد الحياه وانا في حاله ايه؟ وانا في حاله عصيان وخطيه. مفهوم لغايه كده دلوقتي؟ احنا كده خلصنا دي، ناخد اللي بعديها. اوكي، اللي بعده بيقول لا تكذبوا على بعضكم على بعض اذ خلعتم الانسان العتيق ما اعماله ولبستم الجديد. يبقى الاول لازم نخلع الايه؟ العتيق، ونلبس الجديد، نخضع لله، نعيش في حياه مقدسه معاه من خلال نعمته وروح القدوس والتوبه المستمره. اوكي، نشوف اللي بعديها. لا مش دي، هناخد شجره معرفه الخير والشر. شجره معرفه الخير والشر دي في الاول خالص، في الاول خالص. شجره معرفه الخير والشر لما تحس انه خلاص قولوا لي كفايه، ها؟ لما حد معاه تايمين كده، لو حسيت انه خلاص وبعد كده نبقى نكمل، لان الموضوع كبير شويه. شجره معرفه الخير والشر، ناس بتسال دي شجره حقيقيه ولا ما كانتش حقيقيه، والحقيقه دي كانت اسطوره ولا بجد، ولا دي رمزيه؟ ايه رايكم؟ حقيقيه؟ خلي بالكم الناس بتلخبط بين حاجتين، بين اسطوريه ورمزيه. اسطوره يعني ايه؟ خيال. اسطوره يعني خيال مش موجوده، لا ما كانتش موجود حاجه. ورمز لها معنى تاني، رمز معناها ايه؟ هل ممكن الرمز يكون موجود وبيرمز لحاجه تانيه ولا لا؟ يعني مثلا اديكم مثال، ابراهيم قبل الاباء، كان في ابراهيم بجد وخد اسحاق بجد وقدمه محرقه، عايز يقدمه محرقه. طب هل ده إذا كانت القصة دي حقيقية بترمز لحاجة بجد ولا ترمز؟ يبقى القصة حقيقية ولها معاني وإشارات ودلائل كمان، ده زاد بلس. خلي بالكم بلس، يعني قصة إبراهيم موت إسحاق ورجوعه يرمز لمين؟ للمسيح صلبه قيامته. فلا مانع أن يكون في إيه؟ في إشارة ورمز ونبوات كتيرة هتتحقق. فالقصة قصة حقيقية، وإلا يبقى اللي احنا بنتكلم فيه ده كله ايه؟ يعني اللي بيقول كده خلي بالكم، انتوا ساعات الناس بتنساق ولا فكرهم مش دريانين، ده بيضرب الاساس الايمان كله خبطه. ليه؟ لما اقول ده كانت اسطورة، ما كانش في ادم؟ طب بعدين ما كانش في خطية لانه مغلطش؟ لا. طب والمسيح يموت ليه ويتفدي وينزل في ديني ليه؟ ده ضرب كله. مش كده؟ اوعى تصدقوا اللي بيقول ان ديت ايه؟ قصه اسطوريه، اوعى تصدقوا. فالقصه احنا هوت بيقول ان انبت الرب الاله من الارض كل شجره شهيه للنظر وجاده للاكل وشجره الحياه في وسط الجنه. يبقى الحياه كانت فين؟ طب وكمان شجره معرفه الخير والشر كانت فين؟ جنبها، في وسط الجنة. ليه وسط الجنة؟ نشوف دلوقتي اللي بعديها. صفات الشجرة دي لها أربع صفات، لها ثمر يؤكل. احنا عرفنا يعني ايه ثمر يؤكل، قلنا في شجرة الحياة. عارفين يعني ايه ثمر يؤكل؟ هيتحد بيه، يعني اللي هياكل من الشر هيتحد بالشر وهيبقى هو الشرير. اوكي؟ واللي هياكل من الخير واللي هياكل من الحياة هيبقى واحد. غير معروف ثمرها، حد يعرف شجرتها ايه؟ ناس تقول اصل دي كانت تفاحه عشان كده تفاحه ادم، حد يصدق الكلام ده؟ مفيش كلام من ده. ليه ربنا ما قالش نوع الشجره؟ ها؟
لا خلينا مع بعض بس. ليه ربنا ما قالش نوع الشجر هنا؟ لا يمنع ان كان في شجرتين غير الشجره دي، لكن ليه ربنا ما قالش نوع الشجره دي كانت شجره؟ ليه ما قالش نوعها؟ ليه؟ لا عشان ما يهموش الثمره دي تكون ايه، هو يهمه الطاعه، طاعتنا ليه؟ طاعه ابونا ادم ومن حوله، ما يهموش الثمره تكون ايه، تفاح ولا مانجا ولا خوخ ولا عنب ولا برقوق، انا يعني مش فارقه معاه، هو يهمه ايه؟ هاي طوع ولا لا وصيه. يبقى الشجره بتعبر عن ايه؟ وصيه. حاضر في الاخر خالص. انا دلوقتي معلش ايه، كلامك مظبوط بس عايزكم تركزوا المعنى. ليه ما قالش نوع السمر؟ عشان هو ما يهموش نوع السمر، يهمه هيطوع ولا لا. يبقى الشجره دي بتمثل هطوع ربنا ولا لا. في وسط الجنه، يعني ايه في وسط الجنه؟ لما تحسوا الدنيا صعبه وتعبتوا خالص وليه كفايه. وسط الجنه يعني ايه؟ يعني لها معنى، الكلام له معنى. واضحه، برافو. ايه تاني؟ هيعدوا عليها، يعدوا عليها لانها في النص. لو ماشيين من الجنه رايحين هنا جايين هنا جايين هنا هيعدوا عليها، يعني ده تحدي موجود قدام عينيهم، لازم يحددوا موقفهم من الشجره. تحدي ليه يا رب كده؟ تحط قصادهم تحدي، يطوعوا ولا ما يطوعوش؟ اصل الانسان اتخلق بدون ارادته، والله مش عايزه يقعد بدون ارادته، اختار اللي انت عايزه. ادي شجره حياه اهي، تاكل منها تعيش، وانت الشجره معرفه الخير والشر لو كلت منها هتموت. تفضل انه تجاهد 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 وتقبل التحدي، اصل انت ليك مخ وليك عقل وليك اراده. يا ادم انت وحواء لكم مخ واراده وعقل، وانا مش عايز اجيب مخلوقات بالعافيه كده خدها معايا السماء، خدتها بالعافيه خلقتها زي التماثيل وحطيتها في السماء. انا عايزك بارادتك تحبني وتعرفني وتطوعني وتفضلني، ولما تحبني هاخدك معايا ونعيش سوا طول الابد. ففي تحدي وفي جهاد ربنا حطه قدامنا. الانسان العاقل بدل عاقل يبقى لازم قدامه اختيارات. يرضيك واحد يبقى عاقل وحر وعنده اراده ومفيش اختيارات قصاده ماشي من السكه دي؟ يرضيكوا اب يمسك ابنه كل يوم بالخرزانه لما يخلي الواد بيرتعب منه كده، وفي الاخر يقول له انا بحبك، حبني ايه بقى؟ يقول له انت كويس بتعمل كل اللي انا عايزه. لا ايه اللي عايزه؟ هم بيعملوا غصب عنه، ما بيعملوش حب. اوكي معايا ولا لا؟ تقع بجانب شجره الحياه عشان الاختيار اللي بحكي لكم عليه. المسيح في مره من المرات على موضوع الاختيار ده، التلاميذ كانوا عارف ان في عاصفه هتحصل، وقال لهم نزلهم، وقال لهم انزلوا فين؟ في السفينه. ورغم انه كان عارف ان ايه؟ في عاصفه هتحصل، في تجارب في الدنيا دي، في تجارب فين؟ في الدنيا دي، والله عارف، لكن بيسمح بهذا التحدي. حاطط جنبها شجره الحياه، انت عايز ايه فيهم؟ ده عايز دي ولا دي؟ عايز تتكلل وتجاهد وترفض الشر وتقبل الخير، ولا عايز لا؟ اللي بعده. عشان كده لو انت عصيت في معصيه رجل شرير شرك امن الصديق، لو عصيت العصيان نتيجته كده. شوف اللي بعده. حافظ الوصيه حافظ نفسه المتهاون بطرقه. انا حطيت لك وصيه، يبقى شجره معرفه الخير والشر تمثل ايه؟ الوصية. شجرة معرفة ليه الوصية؟ لأنه عائل عنده إرادة حرة تمثل الوصية. حافظ الوصية حافظ نفسه المتهاون بطرقه يموت. اللي بعده دي زي ما احنا قلنا، المسيح ألزم تلاميذه ينزلوا يروحوا فين؟ في العاب، رغم أنه عارف أنه إيه؟ يا رب ما أنت عارف هتحصل. أنا عارف أننا عايزكم تتمسكوا بالإيمان وتجوزوا في التجربة وتنتصروا عشان تتكللوا. ما حدش هيتكلل اذا ايه؟ انتصر. يبقى احنا قلنا الخلاص، خلي بالكوا بقى، الخلاص هبه من الله، والحياه الابديه هبه من الله، ولازم نتحد بيه. والانفصال عن الله باللي فاتت احنا قلنا هيساوي موت. كايضا لازم الانسان يتكلل لما يجاهد ويختار، من غير ما يجاهد ويختار مش هياخد الحياه الايه؟
الأبدية. اللي بعده، عشان كده يقول لنا قد جعلت قدامك الحياة والموت، البركة والإيه واللعنة، فاختر الحياة لكي تحيا أنت وإيه ونسلك. اختار الحياة. اللي بعده يقول لنا من له أذن للسمع فليسمع ما يقول روح الكنائس. من يغلب؟ الله عايزنا غالبين ومنتصرين، وقابلنا تحديات اللي في الدنيا دي واخترنا وتمسكنا وحبيناه، حبينا القداسة. هتعيش معاه ازاي وتعيش معاه ازاي فوق في القداسة وانت مش عايز القداسة؟ تقول لا عايزها. طب وريني اهو قدامك، اهو السكة، اهو اهو، تختار ايه؟ لو عايزها بجد لازم ايه؟ هتتمسك بالحياة القداسة، قداسة الله، محبة الله، الامانة، الاخلاص، تتمسك. لو عايز الله لازم ايه؟ لو رافض انت حر، انت اللي مش عايز. فهنا الله حط، رغم انه خلقني بدون ارادتي، لكن حط قدامي اختيار ان انا اختار اللي انا ايه؟ اللي انا عايزه. من يغلب فسأعطيه ان ياكل من شجره الحياه التي في وسط فردوس الله. اللي بعده، عشان كده بولس الرسول حط مبدا مهم بقى اسمه مبدا الايه؟ الجهاد. قد جهدت الجهاد الحسن. يبقى الخلاص بتاعي عشان اخده، هاخده لما لازم اجاهد. مش ممكن انفد وما جاهدش، لا مش ممكن. امال عندك اراده ازاي وانت تظهر ارادتك ازاي من غير ما تجاهد وتتمسك بحاجه من الاثنين؟ قد جاهدت الجهاد الحسن، اكملت السعي، حفظت الايمان، اخيرا قد ود علي اكليل البر الذي يهب لي في ذلك اليوم الرب الديان الايه؟ العادل. اللي بعده يقول لنا ان كان، وايضا ان كان احد يجاهد لا يكلل ان لم يجاهد. ها؟ وقانونيا لازم يجاهد، ويجاهد ايه؟ قانونيا. قانونيا يعني زي ما الكنيسه بتقوله، زي الانجيل ما بيقوله، زي ما الحياه الروحيه الصح المظبوطه قانونيا. اللي بعده، عشان كده احنا للاسف ابونا ادم دخلت الخطيه. اللي عايز يسال الخطيه دخلت ازاي؟ ايه اللي حصل؟ اللي حصل ان ابونا ادم وامنا حواء، او امنا حواء اشتهت الشجرة، شككت في كلام ربنا، رفضت الحكمة الإلهية، ما صدقتوش، سمعت حكمة من نوع تاني. حكمة مين؟ ومعرفة تانية، الحكمة الشيطانية الأرضية النفسانية. ستصيران مثل الله. ليه؟ ما نبقى زيه. ها؟ فهنا رفضت الله، وبالتالي لما رفض الله الذات بتاعها هنا ابتدت تبص للشجرة، ما هي زي الفل الشجرة، وهبقى زي ربنا، ليه لا ما ابقى زيه؟ يعني فيها ايه يعني؟ بالك؟ فهنا الذات بتاعها كبرت. بقى مين اللي بيسوقها؟ امنا حواء. مين اللي بيحركها؟ ابونا ادم. الذات. خلي بالكوا احنا بنتولد ومعنا ذات. حاضر، هرد عليك في الاخر، هرد عليك. كلنا بيتولد فينا ذات. حد شاف عيل صغير سنه سنتين ثلاثه، حد يقرب من امه يروح عايز يهبشه، يعضه، ياخد اللعبه ويقول بتاعتي حتى لو مش بتاعته؟ الذات اللي فينا، عشان احنا كده ولدنا بالايه؟ بالخطيه دي، الخطيه الجديه اللي ايه؟ اللي ورثناها وولدنا بيها. هتقول لي اشمعنى ورثتها؟ هو الوراثه كده، زي ما بتورث الذكاء والاي كيو، وبتورث البصر والنعمة والتفكير والعقل، ورثت برضو ليه؟ ودراسة. فانت ورثت برضو الخطية. الخطية ولدتني ايه؟ ولدتني امي. فعشان كده اتحكمت فيا الذات، وابليس بقى بيشغل الزنبلك بتاعي. ازاي؟ يقدم لي ايه؟ ها؟ يقدم لي الشهوة، الجزرة زي ما انت بتقول، كل شوية يقدم لي. الشجرة هي حلوة جميلة، يجي للمسيح على الجبل يقول له اعطيك كل هذه ان خررت وسجدت لي. مش عايز تشتهي؟ انت مش جعان؟ حول الخبز لايه؟ الحجر لايه؟ خبز. ايه رايك؟ فابليس يحرك يملى الزنبلك بتاع الذات، والذات فصرنا عبيد. بقينا عبيد لمين؟ كنتم عبيد للخطيه. طب لما طوع المسيح ولكنكم اطعتم من القلب صرت التعليم، خضعت للمسيح، قلت له حكمتك انت، انا اسمع كلامك انت،
انت فيك الحياة، امنت بيه، صدقته، عملت علاقة بيه، قويني. هنا بقى الملك بتاعي مين بقى؟ مش الذات ولا الشيطان، بقى مين؟ بقى المسيح. اذا اعتقتم الخطية صرتم عبيدا للايه؟ كلمة عبيد البر، خلي بالكم مش عبيد زي عبيد الخطية. الخطية تلح على الواحد وتفضل تلح مرة واثنين وثلاث، لكن عبيد للبر يعني قطعتم من القلب وبقيتوا تطوعوا وبقيتوا ما تقدروش تعملوا غير الصح وانتوا فرحانين. في فرق بين ده وده. اللي بعده خلصت؟ طيب انا مش هقدر اتقل عليكم اكتر من كده، وفي كلام كتير لسه عن الموضوع ده، في جزئين بس انا حاسس لو تقلت اكتر من كده ايه هلخمكم وهضيع الدنيا. حاضر حاضر حاضر، ناخد ليتس فيرست الاول. معلش اتفضلي. يعني اداني اجابه يعني تقنعني قوي. يعني هو سطنائيل فكر نفس تفكير ادم وحواء، هو برضو اتكبر وفكر ان هو ليه ما يكونش يعني زي ربنا، فليه ربنا ما خلصوش او اداله فرصه تانية؟ هو برضو كائن نوراني له برضو مجده وهيبته واحترامه ومعزته عند ربنا برضو. يعني في ناس هتهلك ولا من البشر؟ رد علي. لا انا بسال سؤال، في ناس هتهلك من البشر ولا هيهلكوا ليه؟ هو ابليس اختار كده؟ كان عنده واصروا على كده، عندهم واصرهم. مين قال لك ان ربنا ما حاولش معاه؟ ومش موجود في الانجيل لان دي مش موضوعنا، لكن الله الحنين اللي بيعمل مع انسان كده 100% عمل مع ابليس كده واداله فرصه. يعني تفتكري الله الحنين كان حنين مع البشر بس، لكن غير كده مش حنين؟ ولا هو الله يسوع المسيح هو امس الله يقول الذي ليس عنده تغيير ولا ظل دوران. الله هو زي ما بيعمل مع انسان عمل مع الملائكه. اوكي. شجره معرفه الخير والشر، الناس بتقول ان ربنا بيخلق الشر. سؤال اساله، الشر ده حاجة مادية ولا حاجة معنوية؟ هتقولي لي خلق الناس اللي عملوا الشر، عشان كده تلاقي كلمة فاعلي الشر. أنا عارف إن في آية بس دي اللي هرد عليها، دي كناية، سورة تعبيرية، مش الشر ما بيتخلقش. واخد بالك إزاي؟ الشر ما بيتخلقش، لكن في شرير، إنسان شرير بيصنع الشر. يعني حد قال لي ما ممكن يكون بيخلق الفكره. قلت لها ازاي يعني؟ واحده كانت قالت لي، قلت لها يعني ايه؟ بيجيب لي فكره في دماغي يقول لي اعمل اقتل، اذا كان الانجيل كله بيقول لي لا تقتل وبيقول لي يخلقه ازاي؟ الله خلق الانسان والانسان كان في ما فيهوش شر، وخلق سطنائيل في الاول كان كامل، كان في كمال ما فيهوش شر، لكن الشر وجد لأن الناس بعدت عن مين؟ عن النور. ليه بعد عن النور يقعد فين؟ الله محبة، ليه بعد عن المحبة بتاعت ربنا؟ هيبقى في حقد، ده في خل. عشان كده الكتاب المقدس واضح بيقول اللي مش معايا يبقى علي، واللي مش بيجمع معايا يبقى، لأن السورس واحد بس، السورس بتاع النور والمحبة والطهارة والقداسة، سورس واحد بس. لو بعدنا عن السورس ده انسحب النور من حياتنا، بقت ضلمه. ماشي معايا؟ هو قدسك قلت ان احنا مفروض ناكل من شجره الحياه اللي هي جسد ودم المسيح. طب مثلا تمام ماشي، الكاثوليك عندهم جسد ودم المسيح، السوريان الارثوذكس عندهم جسد ودم المسيح، الانجليزي مثلا لو راحوا عملوا مثلا جسد ودم، هل ده يتقبل منهم؟ معلش اسمحوا لي، هو السؤال يعني مش موضوعنا، مش بهرب، لكن ده موضوع كبير تاني. يعني في كلام كتير على الطوائف، هل الطوائف هتخلص ولا لا، لكن اللي نثق فيه ان كلام الانجيل، اصل السؤال ده بيبقى ساعات الناس بتساله، مش الاخ يعني، لكن ممكن الناس تساله بمكر شوي، يعني يحطني في ايه؟ في موقف. لو قلت له هتهلك كل الناس دي هتهلك، ده انت مفتري. ولو قلت له مش هيهلكوا يبقى احنا ما ناكلش الجسد والدم. خد بالكم السؤال فيه ايه؟
مش انت اللي بيسأله، لكن اللي بيسأل السؤال ده دايما بيسأله عشان السؤال اللي بعد منه هيروح خبطني بعد منه. لكن هو انا الله اللي احكم على الناس هعمل معهم ايه؟ لكن انا عندي حاجة ثابتة في الانجيل، بقول اللي مش هياكل جسد ابن الانسان ويشرب دمه ملوش حياة ثابتة، وبيقول لنا اللي ياكل منه هيكون له حياة ابدية. ليا اتمسك باللي عندي. الدينونة بقى ازاي بقى؟ وربنا هيدين ده ازاي ودين ازاي؟ القاضي اللي حكم على فلان الفلاني كان قدامه 2000 ورقة، ما يجيش حد يختزل ال2000 ورقة ويعمل ايه؟ يقول له انت قاضي اي كلام، ليه طلعته براءة؟ ها؟ ماشي؟ فسيبوا الديان يدين الايه؟ في ملكوته. سيبوا الديان يدين فين؟ في ملكوته زي ما هو عايز، له سلطان. لكن انا ليا كلامي كتاب فوق راسي، قال لازم تاكل يبقى لازم اكل، قال توبة يبقى توبة، قال جهاد يبقى جهاد، خلاص يفصلوا بين دي وايه ودي. حبايب هو مش مفروض الخاطي هيموت، ليه بقى يقوم قيامة الدينونة؟ ما يفنى مثلا، يعني الانسان اللي رافض ربنا هيموت، مفروض يموت بقى ويفنى، ليه هيقوم قيامة الدينونة؟ يعني يبقى نفذ العمل عمله وفي الاخر خالص فنى. طب ما ناس كتير تقول لك ايه الاختيار ده حلو خالص، هنقتل ونزني ونسرق وندمر في الاخر خالص هنفنى. فين عدالة الله؟ أيام بوش سنة حاجة و80 ولا 90، بوش الكبير، العراق عمل اللي عمله صدام ودخل الكويت في ظرف كم ساعة ونهى على الكويت. بعد كده كان ممكن الحل السياسي يطلع وخلاص، وصدام قال أبدا ما يفوز بعملته، لازم إيه؟ أنا مش بقول اللي عمله صح أو غلط، بس بقول إيه ده البشر لازم إيه يتعاقب. العدالة تساوي إنه إيه؟ لازم يتعاقب. هو الشرير يعمل عملته وفي الاخر خلص يقول اصله هيفنى؟ لا. واذا كان الانجيل بيقول ان في عذاب ابدي، وديها فين الايات دي؟ فين عدالة الله؟ حد فيكم يحب يفنى ويعمل اللي هو عايزه؟ ناس هتقول لو كان الموضوع كده، لكن ابدا. لازم ايه يقول ايه؟ كن مراضيا لخصمك ما دمت معه فين، والا هيسلمك للايه؟ الشرطي، هيقدمك للقاضي، ومش هتمشي من هنا غير لما توفي الفلس الايه؟ وهيقدر يوفي فوق؟ خلاص خلصت، هتوفي فين بقى؟ مش هيقدر يوفي. ماشي؟ اوكي؟ لا هو مش سؤال، هو بس نقطة قدسك نورتها عندي، فكرة انه الوضع اللي انا فيه دلوقتي هو نفس وضع ادم وحواء، مش اقل منهم، او مش مثلا هو كان محظوظ ان هو كان في الجنه، هو كان السؤال بيتعرض عليه كل يوم، يعدي في نص الجنه هتاكل مني ولا هتاكل من الشيطان؟ انا برضو نفس السؤال بيتعرض عليا كل يوم، هتخطي ولا هتبقى معايا؟ وفي نفس الوقت الفردوس او الملكوت السماء هو وضع افضل من الجنه، ان هو ما فيش شجره معرفه خير وشر. خلي بالكم زي ما بيقول اخويا مينا، زي ما بيقول مينا، التحدي موجود من الاول خالص. ماشي؟ والله كان عارف ان ادم هيسقط. حد يفترض يقول طب لو ما كانش سقط؟ كان عارف انه هيسقط. الله كان يعمل ايه؟ كان هيربيه ويعلمه ويقدمه. طب مش العيشه احسن في الفردوس؟ كانت احسن في بعض حاجات لانه لسه ما اخطاش، واخد بالكم؟ ما كانش بيلح عليه الشيطان وما كانش مستعبده. لكن اول ما غلط الدنيا اتلخبطت معاه. واحنا هنا برضو لو انا قاعد هنا في الدنيا وما بغلطش زي الفل، عايش في نعمة. في آية في الإنجيل بتقول كده، بيقول النعمة التي أنتم مقيمين فيها دي موجودة فين؟ في رومية 5. وعيش فرحان مع ربنا، عايش في سلام ملء السلام، لما هغلط برضو هتعب. فالخطية مرتبطة بالتعب، والحياة مع ربنا مرتبطة بالسلام والفرح، سواء فوق أو فين؟ تحت، في الفردوس أو برا الإيه؟ اوعى تفكروا ان كان في الفردوس قاعد مأنتخ ابونا ادم، كان بياكل ويشرب وبس، ابدا. كان ده مش موجود، ده حتى عضلاته كانت ايه؟ اترهلت. كان بيشتغل بس شغل بحب. يعني ايه شغل بحب؟ يعني كان العمل ناشئ من جواه. يعني ايه من جواه؟ يعني عنده محبه، فيروح يدور لامنا حواء على حب ثمار فاكهه حلوه يجيبها لها، لقى طائر مش عارف بيه ايه يشوفه، الشجر عنده فن. كان الشغل نابع منين؟ من مواهبه اللي جواه اللي بتدفعه، عنده فن،
عايز يعمل جنينة هنا، عايز يسوي هنا الشجرة دي كذا، لا نشيل دي، لا نحط دي، لا نحط حاجة هنا. سمي الحيوانات زي ما بيقول. كان عنده شغل، كان بيصلي ولا ما كانش بيصلي؟ كان بيصلي. امال هو ازاي حس انه محتاج حواء؟ ومين جابها له؟ مش قال له ربنا انا محتاج حواء، هات لي حواء. وكان بيصوم، قال له ما تاكلش من الشجره ديت. وكان بيجي له المسيح يقعد معاه، نوع زي نوع التجسد اللي هنا كده اللي حصل معانا، يلاقيه ماشي في الجنه ويجي له يقعد معاه ويحكي معاه زي الموعظه على الجبل كده، ويبقى فرحان بيه. كان عايش، ما كانش قاعد بياكل طول النهار ومأنتخ كده نايم فارد ظهره كده، وما بيقول ايه وقت الغدا بس يقوم يمد ايده وياكل وينام تاني. ده تصوير وحش جدا على الفردوس. عارفين ايه هو الفردوس؟ حد يجيب لي ايه توديني ايه الفردوس من الانجيل؟ في ايه في الانجيل بتقول ايه هو الفردوس؟ مفروض يبقى له 10 جنيه، 10 جنيه قليل اليومين دول. قول يا بنتي بس، لا انا اقصد ايه تانية. قولي لو حد جابها مفروض الاجتماع، مش على حساب انا، على حساب الاجتماع ولا على حسابي؟ 100 جنيه على حساب انا مش على حساب الاجتماع. قول ايه؟ حلوة بس مش هي دي. في اية بتقول ها حلوة بس، لا في حاجة تانية. لا يزوجون حلوة بس في حاجة تانية، حلوة بس في حاجة تانية. الفردوس هو، اقول انا الم منكم كل واحد 100 جنيه لو قلتها. بيقول له اليوم تكون معايا في الفردوس. يبقى الفردوس هو ايه؟ كان معاه. جمال الفردوس يتمثل في ايه؟ ان كان بيعاشره ويقعد معاه ويحبه ويفرح بيه، اصدقاء سوا وحبايب سوا. خلي بالكم بيقول للص اليمين اليوم هتكون معايا فين؟ يبقى الفردوس هو ايه؟ اجمل ما في الفردوس مش الشجره الجميله ديت، والشجره الجميله ديت والقطه اللذيذه اللي شعرها فروها جميل والبتاع ايه ده. صحيح كان في طبيعه جميله لما اتعاه، لكن الغنى ده كله للفردوس كان وراه مين؟ الله الحنين، الخالق الامين، المبدع الجميل. ها؟ فعشان كده الفردوس هو مين؟ تقلت عليك وانا ايه؟ اهو ما انا قلت الايه اليوم تكون معايا في الفردوس، بيقول لي اليس يمين كده. فالفردوس عباره عن ايه؟ معيه الله، يبقى معايا. ها؟ قولي قولي بس ما يبقى. لا لا ارد عليك، هرد عليك حاضر. التوبه هي الرجوع. الرجوع لمين؟ يعني لو كنت ما بحبوش قوي او كنت بحب حاجه تانية مفضله عليها، ارجع له واحبه واخلص له وابقى معاه. ماشي ماشي. يبقى ارجعوا الي ارجع، دي توبه. واحد كان ماشي دي الناحيه دي اتضير وعمل خلف ضر ومشي ناحيه ربنا وبقى بيجري عليه وبيحبه، فدي التوبه. معايا؟ هرد عليك اكمل. حاضر. كوني باخطا دي طبيعتي الضعيفه. في فرق، سوري معلش هقول لكم مثال وحش شويه. في واحد يلاقي في الشارع بلبطه، ميه وحشه، ميه وسخه، ميه اللي يقعد ينزل يبلبط، اصل هو ما بحبش النظافه. في واحد تاني لو هدومه جه عليها نطرت العربيه ماشيه كده طرطشت عليه يبقى متضايق، رغم انه ايه ان توسخ بس يروح بسرعه ويغسل نفسه، انت مش طبيعته. ماشي المثل ده؟ ها؟ فالتوبه ان انا بحب ربنا وبحب القداسه بتاعته وما اقدرش استمر حتى لو وقعت غصب عني. في واحد يزحلق بموزه ولا حاجه يقعد في الارض يقول لا مش هقوم تاني بقى، ليه القعده حلوه في الارض اتمرق شويه. ها؟ واحد تاني يقول لا ازاي ازاي ابقى في الخطيه، ازاي اتحرم المسيح، هقف في الصلاه اقول له ايه بحبه، ما اقدرش. ماشي التوبه كده؟ بس التوبه ده موضوع طويل. قولي قولي قولي.
بصي ميزي بين المحكمة حتى بتميز كده، ميزي بين الضعف غصب عني، والضعف ده كل شوية ما ماشي مع ربنا بيقل شوية، يعني البيز لاين بيقل. يعني في كان في واحد بيسب وبيشتم وبيقول، بعد شوية مشي مع ربنا ارتفع شوية البيز لاين بتاعه، بقى غصب عنه تطلع كلمة كده مش لايقة، لكن ايه لسه بيطلع منه خطايا. بس ايه لما مشي مع ربنا ابتدى يتغير يتجدد، تجددوا عن عن ايه شكلكم بتغيير ايه. فميزي بين ان في ضعف لسه فيا انا مش كامل، لكن اني ماشي في السكه وماسك فيه وبجاهد، وبين واحد سوري مش فارقه تتوب، الناس كلها بتعمل كده انا ماله ماله، اي يعني معلش نبقى نتوب بعدين، ده مش تايب، ده بعيد عن ربنا. ميزي بين ده وايه وده. ها ان كنا اننا بلا خطيه بنخطأ، نقول كده نضل انفسنا، احنا محدش فينا يقدر انا بلا خطيه، لكن انا ماشي في السكه، ماشي في السكه وبحاول. تالي الحمد لله انتم مش عايزين تسالوا اي تمام شكلك ارثوذكسي ايه تمام. طبيعتين من بعد الاتحاد او طبيعه واحده من بعد الاتحاد، طبيعه واحده يعني. انت موافق معايا، انت موافق معايا ان ربنا اداله فرصه بس؟ تمام متفقين انا وانت، انا وانت متفقين، انا وانت متفقين، ده اللي انا قلته برضو. الايه واتفر الاسباب، خلي بالكم. لا تاني 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 اللي انت بتقوله. الشيطان اخطا من ذاته. ما عادش عارف. تمام. ما احنا هو بيقول، هو بيرد. لا بإرادته. بص خلي بالك، بس ثانيه واحده. بدان له اراده يبقى يقدر يغلط، والا ما تبقاش اراده قدامه. سؤال تاني. انا لي اراده ولي اختيار، اقدر اخطا ولا لا؟ بس خلاص. سؤال تاني نفسه. هو الشيطان كان له إرادة حرة، يقدر يغلط بدلا له إرادة في السماء في الأرض في أي حتة، بدلا له إرادة ومريد يبقى يقدر يختار دي أو دي. أوكي الجنة كانت في الأرض، في عدن يقال إن في المنطقة دي، يعني مش معروفة بالضبط حدودها. انا متشكر ليكم خالص واسف طولت عليكم، بس الانجيل جميل، وسفر التكوين ده عشان تفهموه فيه الاي دي بتاعت ربنا، شخصيه ربنا ومحبته وجماله في التكوين، لان التكوين فيه كلام مباشر على طول عن ربنا، وفي احداث مباشره بين ربنا وبين الناس، وفي ارتباط بينه وبين بقيه الاسفار كتاب مقدس. خساره ان السفر ده الناس تفهموا حبه قصص وحبه حكايات وتنسى الرسائل الروحيه اللي من ورا ايه، من ورا هذا السفر. في صفحه اسمها بدايه الزمان على الفيسبوك، لو تحبوا ادخلوا هتلاقوا فيها الفيديوهات اللي احنا بنعملها على قناه ميسات، وفي كتاب اللي يحب يقرا موجود كتاب، انا مش ما باخدش من فلوس الكتاب حاجه في جيبي، خلي بالك عشان بقول يعمل دعايه، الكتاب بتاع الكنيسه مش بتاعي انا، اسمه بدايه الزمان في الحاجات دي كلها. ربنا معاك ويحافظ عليكم ويبارك فيكم، وانا فرحان جدا بالشباب اللي زي الفل، شباب جميل وحلو خالص، وربنا يفرحكم. بص
ونشكر ربنا بشوي ونقول له تعيش تعلمنا ربنا يعوضك. عندنا شويه تنبيهات كده سريعه عشان نأخر شويه. اول حاجه عندنا مؤتمر الشتاء الحجز فيه هيبدا من الشهر ده، هو متقسم قسط شهر 12 قسط شهر 1 والقسط الاخير هيبقى